ايضا الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه هو موضوع خاص بمن لا يشجع النادي الاهلي. دلوقتي يقول لك ايه؟ النادي الاهلي كسب حرس الحدود 1-0، النادي الاهلي كسب النادي الاسماعيلي 1-0. هو احنا ليه هو انتوا ليه ما مش عارفين تكسبوا 5 و6 و7 زي ما كنتوا بتكسبوا في الاول 3 4 اسابيع؟ انا بقعد اضحك لما حد بيقول لي الكلام ده، يعني بقعد ابص كده واقول يا نهار ابيض، هي للدرجه دي؟ هي للدرجه دي؟ انا النهارده كنت هعمل لكم فقره اسمها فقره الساحر، وبعدين قلت انا مالي، خلينا في اللي احنا فيه. والله كنت هعمل فقره اسمها فقره السحر الساحر، اللي هي الفقره اللي مكرره علينا كل سنه دي. فلقيت نفسي ايه يا جماعه ده، انا اول 4 ماتشات قدرت ان انا اكسب 3-0 و4-0، ما عنديش مشكله. ماتش حرس الحدود الانديه كلها، نادي حرس الحدود 11 واحد بيلعبوا تحت الكور، النادي الاهلي كسب 1-0. انت بتلعب النادي الاسماعيلي، واحد من اهم وافضل الفرق الموجوده في مصر وفي القاره الافريقيه بالنسبه للكثير من المصريين. ما تكسب النادي الاسماعيلي 1-0 شيء جيد بالمناسبه، كنت ممكن تجيب الثاني والثالث، ولكن هي النتيجه خلصت 1-0، وهي النتيجه خلصت والثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 7 مباريات ب 21 نقطه، النادي الاهلي لعب 7 مباريات ب 18 جول اقوى خط هجوم، النادي الاهلي دخل فيه هدف واحد في 7 مباريات اقوى خط دفاع. هي الموضوع بيتاخد كده يا جماعه، ما بيتاخدش بطريقه ثانيه. ما تسمعوش الكلام المتداول، ما تسمعوش الكلام اللي بيتداول لك اصل النادي الاهلي ابتدى يقع، النادي الاهلي ابتدى مش عارف ايه. على فكره لا قدر الله، لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه في المباريات القادمه. ما فيش فرقه بتفضل تكسب ال 28 ماتش ولا ال 34 ماتش وبنفس المستوى، صعب جدا. كره القدم دايما بتلاقي الفرق بتعلى، وبعدين بيبقى ليها وقت بتبقى اقل شويه من العادي بتاعها، لكن الوقت ده بتعرف تكسب ولا بتعرفش تكسب. عندك اصابات، عندك لعيبه من اللاعبين المهمين جدا ما كانوش بيلعبوا في مباراه الاسماعيلي. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك عمرو السوليه ما كانش موجود في مباراه الاسماعيلي، رمضان صبحي ما كانش موجود في مباراه النادي الاسماعيلي، احمد فتحي ما كانش موجود في مباراه النادي الاسماعيلي، حمدي فتحي مش موجود في مباراه النادي الاسماعيلي وحرس الحدود واللي قبلها، محمد محمود مش موجود. قائمه طويله جدا، ولكن احنا عندنا الفكر التدريبي مختلف، الفكر التدريبي مع ريني فايلر مع اللاعبين مختلف، ان انا بلعب النهارده اسلام وبلعب بكره محمد وبلعب بكره حسين وبلعب بكره فلان، بحيث ان الموضوع يمشي، ان انا لما لا قدر الله اي حد من اللاعبين اللي موجودين وبيلعب مش ما بيلعبش للاصابه او لانذارات او لكذا، يبقى اللعيب اللي هيلعب زيه زي اللي موجود. وسمعنا كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ لما قال لك ان كل اللاعبين هياخدوا فرص، زي ما احمد الشيخ خد فرصه. احمد الشيخ خد فرصه، اثبت نجاحه، ابتدى يتمرن، ابتدى يشتغل على نفسه، بيسمع كلام المدير الفني وبالتالي خد فرصته. هنلاقي في الفتره اللي جايه لاعبين اخرين، اليو ديانج اصابه عمرو السوليه بالبرد خليته يبقى موجود، الناس كلها بتطالب، هو نجم المباراه السابقه امام الاسماعيلي، الناس كلها بتطالب بوجوده. هل هيلعب ولا مش هيلعب؟ ريني فايلر اللي هيقرر، مش انا ولا حضراتكم اللي هم بعض من لا يشجع الاهلي يعني. فالحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد. احنا ليه دايما عايزين نكسب 5 احنا نتمنى نكسب 10 مش 5 و6 بس، لكن كره القدم يعني ممكن اكسب 5 ممكن اكسب 6 لا بلاش 6 دي، بلاش 6 دي خالص عشان بتزعل، 6 بتزعل. فالمهم عايز اكسب 10 ولكن وانا هسال نجومنا الكبار اللي هيكونوا ضيوفنا النهارده في ملعب الاهلي، وانا لازم افضل اكسب وافضل كويس على طول؟ ولا كره القدم بتقول، علم كره القدم بيقول كلهم اساتذه وكبار واساتذه في مجالهم يقولوا لنا هو ده طبيعي ولا مش طبيعي ان انت المستوى ينزل؟ مستوى النادي الاهلي ما نزلش حتى هذه اللحظه الحمد لله، ولكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه، هي دي كره القدم بالمناسبه. ولكن امتى تقف وامتى تكمل وامتى تبقى قلبك حديد وعارف ان انت هتاخد الدوري زي ما كان بيحصل السنه اللي فاتت،
النادي الاهلي تعادل مع النادي الاسماعيلي، لكن كلنا كنا عارفين ان النادي الاهلي هياخد البطوله. النادي الاهلي اتغلب في افريقيا، وقف واللعيبه كلها وقفت مع بعض علشان نقدر ناخد الدوري. هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي او الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. ازاي بعد حاجه صعبه جدا ان انا اقف واكمل؟